السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في الدرس الرابع، جبر الطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي، وهو الدرس المهم جدا جدا، درس بسيط وسهل هيأسسك للدرس الجاي اللي هو التحولات الهندسية. درس النهاردة اسمه التمثيل البياني للدوال الأساسية ورسم الدالة مجزأة المجال. كل هدف الدرس النهاردة إن شاء الله إن هو يعرفك رسومات الدوال الأساسية، تفهم المجال وتفهم المدى بتاعها وتطلع لي كل حاجة تخص الرسمة، عشان الدرس الجاي ان شاء الله ناخد التحويلات ونشوف الدالة ازاي بتطلع فوق او تنزل تحت او تروح يمين او تروح شمال، تعرف تتعامل معها بطريقة سهلة. فالدرس ده مهم جدا، تأسيس قوي جدا للدرس الجاي، عايزك تركز فيه بأمر الله، هناخده بطريقة سهلة وبسيطة ومختلفة، هتغطيلك كل الافكار اللي في الدرس بأمر ربنا. لو انت اول مرة شفت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى تسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعادة الناس اللي محتاجة بزنت الشرح الخاصة بيا تبعت رسالة واتس على الرقم اللي يظهر قدامك على الشاشة او الرقم الموجود اسفل الفيديو، بعت رسالة واتس او هيقول لك كل التفاصيل بامر الله. اول دالة ان شاء الله هناخدها النهاردة هي الدالة الثابتة. دالة سهلة جدا جدا، هلخصها لك كده في خمس افكار هو ما بخرجش عنهم لو جات لك بامر الله. الدالة الثابتة احنا عارفين ان القاعدة العامة بتاعتها ان د س بيساوي الف، حيث الف ده بينتمي عدد بينتمي للاعداد الحقيقية، يعني د س بيساوي صفر، د س بيساوي 2، د س بيساوي سالب 7، د س بيساوي ثلث، د س بيساوي سالب 5 على 12، أي عدد ثابت، يعني هنا مفيش رموز. ولازم نبقى عارفين ان التمثيل البياني بتاعها طالما د س احنا عارفين ان د س دي يا باشمهندس هي الصاد، يعني كانه بيقول لك صاد بتساوي حاجه، فده بيتمثل بخط مستقيم بيقطع محور الصادات في النقطه صفر والف. ليه بيقطع محور الصادات؟ لانه هو خط مستقيم بيوازي محور السينات، واي حاجه بتوازي محور السينات اكيد هتعدي تقطع الصادات، ده في الحاله العامه بتاعتها لو هو ما حددليش فتره. طيب تعال نفهم الكلام ده يا باشمهندس. لو بيقول لي دال س تساوي 3، فانت هتقوم عامل ايه؟ تقوم راسم الشبكه البيانيه بتاعتك بالشكل ده كده. هنا بقى مش لازم تقعد تقسم الشبكه وارقام زي ما احنا كنا بنعمل في ابتدائي، لا انت هتمثل الداله بس وتيجي عند دال س بيساوي 3، يعني ص بيساوي 3، طبعا ده الصاد الموجب وده طبعا الصاد السالب، فتيجي عند الثلاثه كده يا باشمهندس تحددها وتقوم شاهده الخط بتاعك، هو ده المطلوب منك. كلام جميل جدا. طيب قال لك ايه؟ قال لك اي رسمه هنرسمها لازم نطلع منها البيانات الاساسيه بتاعتها اللي هو المجال. طيب ماشي، المجال هنا ايه يا باشمهندس؟ والله المجال هي واخده محور السينات كله ومفيش نقط مفتوحه، يبقى المجال حق. وقال لك ان المدى بتاع الداله الثابته بيكون قيمتها، يعني د س بيساوي 3 يبقى المدى بيساوي 3. لو جيت قلت لك نوعها يا باشمهندس، ونوعها هنا اللي هو الدرس اللي فات زوجيه ولا فرديه ولا ليست وليست، هتقول لي هي متماثله حول محور الصادات. ليه؟ لان الجزء اللي على اليمين بيساوي الجزء على الشمال، يبقى دي داله زوجيه. واتفقنا ان اي داله زوجيه ليست احاديه. خلي بالك دي كلها معلومات وكل ده سؤال، يعني ممكن يجيب لك دال س بيساوي 3 مجالها ده سؤال، مدى ده سؤال، نوعها ده سؤال، احاديه ولا مش احاديه ده سؤال، فانا عايزك تركز في الكلام ده. طيب لو بحثنا الاضطراد فهي ثابته على مجالها. يبقى انا دايما بالنسبه لي الداله الثابته بتكون ثابته على مجالها، هي دي المعلومات اللي انت لازم تطلعها من اي رسمه هتقابلك او اي رسمه هنرسمها بامر الله. طيب د س بيساوي سالب 2 نفس الفكره، هقوم جاي عند السالب 2 تحت ونقوم شادين خط بالشكل ده، كله هيبقى زي ما هو، المجال حق، نوعها زوجيه ليست احاديه، الاضطراد ثابت على مجالها، الحاجه الوحيده اللي هتتغير هي المدى، لان المدى قلنا هي قيمه الداله، يبقى المدى بتاع السالب 2 هيبقى سالب 2، المدى بتاع ال 3، يبقى هو لما يقول لي د س بتساوي 5 المدى بتاعها 5، د س بتساوي سالب 12 على 13 يبقى المدى بتاعها سالب 12 على 13. تمام كده؟ تمام، دي كده الحاله العامه بتاعتي. تعال نشوف لو هو حدد لي الفتره هتعامل معاها ازاي، مفيش اي مشكله. يعني هنا بيقول لي د س بيساوي 3 وقام قايل لي من 1 ل 5 فتره مغلقه لحد ح، اتفقنا ان ده اسمه المجال وده اسمه المجال المقابل. فتيجي نرسمها، تعالى يا باشمهندس نبدا نرسم الشبكة البيانية بتاعتنا كده أهو. د س بيساوي 3. ما تجيش بقى يا باشمهندس عند التلاتة وأقوم شادد خط طويل، ليه؟ لأن هو حددني، هو قال لك اشتغل من 1 ل 5، فدي دالة ثابتة.
يعني ايه دالة ثابتة؟ يعني لو شلنا السين وحطينا واحد، يعني قلنا دالة الواحد هتطلع بخمسة، ولو شلنا السين وحطينا خمسة، يعني ايه سوري، دالة الواحد بتلاتة، هي قيمتها تلاتة، لو شلنا الخمسة يبقى دالة الخمسة برضه بتلاتة، يعني الدالة الثابتة قيمتها ما بتتغيرش. اه، وطالما جاب لي فترة فأنا بجيب البداية والنهاية وأبدأ أرسمها. حلو، فأنا هاجي عند س بواحد وليكن هنا، وآخر س خمسة وليكن هنا. لما عوضت عن س بواحد اديت لي ثلاثة، ولما عوضت لها بخمسة اديت لي إيه؟ اديت لي برضه ثلاثة، يبقى أنا كده عملت النقطتين، وأنا عارف إن الدالة الثابتة بتبقى خط مستقيم، فأقوم موصل الخط المستقيم بتاعي، يبقى أنا كده رسمت الدالة بتاعتي. هنا بقى يا باشمهندس لو قال لي المجال، ما تستعجلش بقى وتقول لي حق، أصل المجال هو محدده لك أهو، يبقى الفترة المغلقة من واحد وخمسة. لو سألك عن المدى، اتفقنا إن المدى بتاع الدالة الثابتة بيساوي قيمتها، يعني المدى هنا بيساوي 3. لو قال لك نوعها، خلي بالك دي مفيش تماثل، يبقى دي ليست وليست. حلو. لو قال لي إيه تاني؟ لو قال لي الاضطراد، يبقى هي ثابتة على مجالها، أو أقول له ثابتة في الفترة من واحد لخمسة مفتوح، لأن دايماً الاضطراد الفترات بتاعته بتبقى مفتوحة. تمام كده؟ تمام. تعالى نشوف مثال تاني، ده سهلة جداً. بيقول لي دالة س بتساوي سالب 2، بيقول لي من ح السالبة لح. ماشي، تعالى نشوف الكلام ده كده. هنبدأ إيه؟ نرسم الشبكات بتاعتنا بالشكل ده. سالب 2 أقوم رايح عند السالب 2. حلو. فبيقول لي من ح السالبة إلى ح. اتفقنا إن ح السالبة يبقى ده المجال. طب حد فاكر ح السالبة دي فترة عاملة إزاي؟ آه أنا فاكر. من السالب ما لا نهاية لحد الصفر، بس الصفر مفتوح. تمام. فخلي بالك انت بدايتك الصفر، لو جيت عوضته بالصفر هيطلع نفس الداله الثابته، لان الداله ثابته. يعني هنا يا باشمهندس داله الصفر بكام؟ هتقول لي بسالب 2، بس خلي بالك عند الصفر هيديك سالب 2، بس سالب 2 مفتوح. ليه؟ لان الصفر مفتوح. حلو. طيب دي لحد سالب ما لا نهايه، سالب ما لا نهايه هنا، وده موجب ما لا نهايه. حلو. فهو بيقول لك روح من السالب 2، من عند الصفر مفتوح لحد السالب ما لا نهايه، يعني الداله هتبقى عامله بتاعتي كده، بس كده. اه، يبقى انا بالنسبه لي لو هو حدد لي فتره لازم اكون حريص جدا على الفتره اللي هو عاملها لي. لو جيت اقول له المجال هنا، فالمجال هو مسهل عليا في المساله، يبقى ح السالب. طيب لو قلت لك المدى، قلنا المدى بتاع الداله الثابته بيساوي قيمتها، يعني سالب 2. طب النوع، هنا مفيش تماثل يبقى ليست وليست. ايه تاني؟ الاضطراد برضه يا باشمهندس هتبقى بالنسبه لي ثابته على مجالها، او ثابته من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح. حلو كده؟ ماشي. طيب تعال نشوف واحده ثانيه، بيقول لي داله س بتساوي 5 ومجالها ح مع عدد 3. ماشي، ده هو كده مسهلها عليا خالص. هبدا ارسم الشبكه بتاعتي واروح عند الخمسه. فقال لك ايه؟ قال لك ان المجال ح مع عدد 3. ماشي، يعني انت هتاخد خط الاعداد كله اهو يا باشمهندس، بس هتيجي عند التلاتة مش هتاخدها. طب ما انا عارف يا باشمهندس ان دالة التلاتة برضه بتساوي 5، بس هتبقى مفتوحة، يبقى انا هاجي عند س بيساوي 3 واروح على الخط بتاعي واقوم فاتح النقطة اللي قصادها، لان التلاتة دي ممنوع ان انا اخدها، يبقى انا كده رسمت خط الاعداد بتاعي. لو انا جيت قلت لك المجال، المجال موجود ح مع عدد 3. لو جيت قلت لك المدى، المدى هو قيمة الدالة الثابتة يعني 5. لو جيت قلت لك النوع، خلي بالك بسبب ان النقطه دي مفتوحه مفيش تماثل، يبقى ليست وليست. طب الاضطراد، الاضطراد يا اما تقول لي ثابته على مجالها، يا اما تقسمها فترتين زي ما اتفقنا، يبقى دي بالنسبه لي ثابته من السالب ما لا نهايه لحد النقطه المفتوحه على هنا اللي هي 3 مفتوحه، وثابته برضه يا باشمهندس من الثلاثه مفتوحه لحد الموجب ما لا نهايه، او ممكن تقول له ثابته على مجالها. يبقى دي كل الامثله اللي ممكن تقابلك في الداله الثابته، يديك فتره، يديك ح سالبه او ح موجبه، او يديك المجال المباشر. اخر نوع وهو ألذ نوع واكتر نوع بيجي في الامتحانات اللي هو ده. هتقول يا باشمهندس دي مش داله ثابته، لا احنا بنتعامل مع الداله بعد الاختصار. فهنيجي كده يا باشمهندس هنقوم راسمين الشبكه ونسيبها شويه ونشوف دي نظامها ايه. دي داله جسريه، قبل اي حاجه لازم اجيب المجال. فاقول له المجال ح مع عدد اصفار المقام، يبقى هساوي المقام بالصفر، س تربيع ناقص 1 بيساوي صفر، يعني س تربيع بيساوي 1، يعني الس بتساوي موجب او سالب 1، يبقى المجال ح مع عدد اصفار المقام اللي هي سالب 1 وموجب 1. ثاني خطوه هختصر الداله،
فانا هقول له ده اللي سين بيساوي، ممكن اخد 2 اعمل مشترك من البسط فيضل لي سين تربيع ناقص الواحد، دي مقسومه على سين تربيع ناقص الواحد، ده هتروح ده هتروح هيفضل لي 2، تحولت الداله بتاعتي الى داله ثابته، بس لازم اخد بالي من المجال. فهو قال لك ده سين بتساوي 2، فانا هاجي هنا مثلا دي واسميها كده دي النقطه 2. قال لك خد خط الاعداد كله ما عدا السالب 1 والواحد، فانا هقوم راسم يا باشمهندس الخط ده كده كله. وقال لك عند السالب 1، طب انا عارف ان داله السالب 1 هتطلع ب 2 لان دي داله ثابته، يبقى انا بالنسبه لي عند السالب 1 المفروض هتطلع ب 2، يبقى انا المفروض افتح النقطه اللي قصاد السالب 1. وقال لك عند الواحد برضه داله الواحد ب 2، ايه سوري ده الواحد. وهنا السالب 1، الواحد متعود على الانجلش ماشي. وقال لي كده يا باشمهندس، حلو قوي. يبقى انا بالنسبه لي كده رسمت الداله بتاعتي واستبعدت النقط اللي هي واحد وسالب واحد لانها مش من ضمن المجال. طيب لو جيت قلت لك المجال هتقول لي يا باشمهندس ح ما عدا السالب 1 والواحد. طب لو جيت سالتك عن المدى، مدى الداله الثابته قيمتها، قيمتها طلعت بكام؟ طلعت ب 2. طب لو سالتك عن النوع، وما تستعجلش، النوع هنا الداله زوجيه. ازاي؟ لان يا باشمهندس الجزء اللي على اليمين شبه الجزء اللي على الشمال، ودي مفتوحه عند الواحد ودي مفتوحه عند السالب 1. ما احنا قلنا الداله الزوجيه لو هي كانت بتمر بالنقطه ا وب يبقى لازم تمر بالنقطه سالب ا وب، صح كده؟ لان في تماثل حول محور الصداره. يبقى النوع هنا يبقى له زوجيه، والاضطراد هنا يا اما تقول لي ثابته على مجالها يا اما تقسمها فترات. يعني تقول لي ثابته في الثلاث حالات دول من السالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي سالب 1، او وكمان من السالب 1 لحد الواحد، وكمان من الواحد لحد الموجب ما لا نهايه، يبقى هي ثابته في الثلاث فترات، او ممكن تقول لي ثابته على مجال، تمام؟ يبقى دي كده يا باشمهندس الداله الثابته وكل الافكار اللي ممكن تقابلك فيها مع التمثيل مع البيانات اللي احنا لازم نطلعها. استحملني في الدرس ده، انا هشرحه لك بضمير واخلاص، وبص هلم لك كل افكاره عشان الدرس الجاي يبقى بسيط وسهل عليك جدا جدا، لان الناس بتقلب الدرس ده فبتقابل صعوبه في الدرس الجاي. تعالى نمسح السبوره ونخش على الداله اللي بعدها، وهي الداله السهله جدا جدا الداله الخطيه، ونشوف برضو افكارها بتيجي ازاي. بس النوع الثاني معانا داله سهله جدا جدا وهي الداله الخطيه. الداله الخطيه احنا بنقولها داله الدرجه الاولى، يعني هتلاقي ان س اكبر اس ليها ويبقى بالنسبه لي 1. وقال لك ان الداله دي بتبقى على صوره عامه يا باشمهندس، اللي هي داله س بتساوي ا س زائد ب. يعني ايه؟ يعني رقم مضروب في السين زائد الباء، وممكن الباء دي تكون بصفر، زي داله س بتساوي س او داله س بتساوي سالب س. قال لك ان الداله دي بتقطع محور الصادات في ايه؟ عارف يعني ايه تقطع محور الصادات؟ يعني احط السين بصفر. لما احط السين بصفر ده هتروح، يبقى يفضل ان ص بتساوي باء، يبقى النقطه اسمها صفر وباء. يقطع محور السينات يعني احط الص بصفر، ما داله س اللي هي الصاد، فما احطها بالصفر اودي الباء الناحيه الثانيه هتبقى سالب باء، واقسم على الف يبقى سالب باء على الف وصفر، تمام كده؟ ودي هتيجي بسرعه مع الحل هوريها لك كمان شويه. تعال نشوف ايه داله س بتساوي س وداله س بتساوي سالب س ونطلع الخواص بتاعتنا. هنرسم الشبكه البيانيه بتاعتنا بالشكل ده كده اهو، وهنرسم دي برده كده الشبكه البيانيه. وركز بقى معايا، داله س بتساوي س، قال لك لو هي جت س، يعني أي رقم بقى س، 2 س، ثلث س، أهم حاجة إن مفيش عدد جنبها بالموجب أو بالسالب فأعرف إن هي بتعدي نقطة الأصل. قال لك لو الس موجبة يبقى هي هتترسم يا باشمهندس كده. ليه بقى؟ لأن هنا الميل موجب بيعمل زاوية حادة لو أنت فاكر. فقال لك لو هي سالب س هتترسم كده. في الربع الثاني والربع الرابع، هنا في الربع الأول والربع الثاني. وليه؟ لأن هنا الميل سالب يعني عامل زاوية منفرجة. دي لو انت فاهم خواص الميل. طيب انت واحد مش فاهم انا الكلام ده يا باشمهندس ومش حابه، قال لك عوض بنقط، فحط مثلا السين بواحد هتطلع الصاد بواحد لان دي اسمها س، فمثلا دي واحد ودي واحد، لو حطيت صفر هتطلع صفر، طب لو حطيت سالب واحد هتطلع مع سالب واحد، طب لو حطيت اثنين هتطلع مع اثنين، السالب اثنين مع السالب اثنين توصل هيطلع لك الرسمه بتاعتك، كلام جميل جدا يا باشمهندس. طيب لو طلعنا المجال هنا، فالمجال هنا ح، والمدى واخد الصاد كله في ح. طب النوع، خلي بالك دي داله فرديه، ليه؟ لانها متماثله حول نقطه الاصل ومرسومه في الربع الاول والربع الثالث، فيبقى بالنسبه لي دي داله فرديه. طب هي داله مالها؟ احاديه برضه، ليه؟ لان لو عملت اختبار خط افقي هيقطعها في نقطه واحده،
ايه تاني؟ الاضطراد. ركز بقى معايا في الاضطراد. الاضطراد هنا بتاعنا يا باشمهندس، بص ايد الشمال اهي وعماله بتطلع، الداله بتطلع، يبقى انا بالنسبه لي تزايديه على مكانها. صح؟ ايد الشمال اهي والداله بتاعتي طلعت، يبقى انا بالنسبه لي لو داله س بتساوي س لازم ابقى عارف كل المعلومات دي. طيب لو داله س بتساوي سالب س برضه المجال حق، ما هو المكسلات كلها، والمدى برضه حق، كلام جميل. طب ايه تاني؟ النوع برضه فرديه وفي نفس الوقت احاديه، اصل انا مش متحجم بفتره، يبقى انا بتكلم على الوضع الثابت بتاعي. والاضطراد ايد الشمال اهي الداله نزلت، يبقى انا بالنسبه لي تناقصيه على مجالها. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس الموضوع لازم ابقى عارف الدوالي الاساسيه عشان ابدا اطبقه على الكلام ده. المفروض ان في درس النهارده انت ما تاخدش داله زائد عدد او موجب عدد، لا احنا هناخدها في الداله الثابته والداله الخطيه بس زي ما انا عملت لك. ليه؟ لان من اول الداله جايه من اول الداله التربيعيه انت مش مطالب ان انت تاخد س زائد عدد او س تربيع زائد عدد، لان ده الدرس الجاي اللي هو التحويلات، فمعلش انا بستفيض لك في الجزء الاول ده. تعالى نرسم داله س بتساوي س زائد 2، بص معايا هعلمك بطريقه سهله. س زائد 2 الس موجبه، فانت تعرف ان الرسمه عامله كده، وطالما في عدد يبقى هي مش هتعدي بنقطه الاصل، فانت بتجيب حاجتين اللي هم الحاجتين دول. يقطع الصادات فين؟ يقطع الصادات حط الس بصفر، لما احط الس بصفر هيفضل الاثنين، يبقى هو بيعدي بالنقطه صفر واثنين. حلو. طيب تاني نقطه هتحط الصاد بصفر. هتحط الصاد بصفر هتودي الاثنين الناحيه الثانيه هتبقى سالب اثنين، يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس سالب اثنين وصفر. يبقى انا بالنسبه لي ان الداله بتاعتي بتعدي بصفر واثنين وسالب اثنين وصفر. لما تيجي نقسمها كده يا باشمهندس يلا بينا، وخلي بالك سالب بقى على الف اللي هو انا بعكس اشاره ده فيبقى سالب اثنين، واقسمه على معامل السين اللي هو واحد يبقى سالب اثنين على واحد اللي هو بالنسبه لي سالب اثنين. هنبدا نرسم. ادي الشبكه. وحدد النقطتين سالب 2 وصفر وليكن هنا كده، صفر واثنين صفر واثنين وليكن هنا كده. وابدا يا باشمهندس اقوم راسم الخط بتاعي، وخلي بالك دي مش متأيده بفتره، فانت لازم ترسم الخط ممتد للطرفين، يعني الرسمه بتاعتي هتبقى كده. واول ما تلاقيها بعدت عن نقطه الاصل يبقى انا بالنسبه لي الداله دي ليست وليست، لان مفيش ايه؟ تماثل. طب المجال حق والمدى برضه حق، وقلنا يا باشمهندس طالما السين موجبه يبقى الداله تزايديه على مجالها، ليست وليست بس هتفضل احاديه، عشان لو سالني دي داله ايه؟ داله احاديه بس. داله السين بتساوي سالب س زائد 1، هنتفق ان احنا هنطلع نقطتين، هنحط السين بصفر الصاد هتطلع بواحد. طيب النقطه الثانيه غير اشاره ده سالب 1، اقسمه على اللي قدام السين يبقى سالب 1 على سالب يعني موجب 1 يبقى 1 وصفر. يبقى هي بتعدي بالنقطتين صفر وواحد وواحد وصفر. هبدا كده يا باشمهندس ارسمها بالشكل ده كده، صفر وواحد هيبقى هنا، واحد وصفر هيبقى هنا، وطالما يا باشمهندس انا مش متأيد بمجال يبقى انا بالنسبه لي هرسم الخط ممتد بالشكل ده كده، وهتلاقيه فعلا عامل زاويه منفرجه، عشان كده السين اشارتها سالبه، ويبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس المجال هنا حق، المدى برضه بالنسبه لي حق، النوع هنا ليست فرديه ولكن ليست فرديه وليست زوجيه ولكن احاديه، وعند الاضطراب بتاعي هيبقى بالنسبه لي تناقصيه على مجال. واحده ثانيه داله س بتساوي 2 س، اتفقنا طالما يا باشمهندس مفيش عدد يبقى ده بتمر بنقطه الاصل. طيب بس خلي بالك ان هو هنا ايدك بفتره، يعني قال لك من سالب واحد وثلاثه لحد حق، يعني ده المجال وده المجال المقاوم، فانت لو جيت رسمت بالشكل ده كده المفروض ان انت عارف ان رسمه الداله كده كده، صح؟ حلو. فانت ايدك بفتره، فانت هات اول الفتره واخر الفتره. يبقى انا بالنسبه لي هجيب السالب واحد لما اعوض بيه يبقى 2 في سالب واحد بسالب 2، يبقى السالب واحد هيديني سالب 2. طيب لما اعوض بالثلاثه هيبقى 2 في 3 هيديني 6. يبقى السالب واحد وليكن هنا هيديني سالب 2 وليكن هنا. يبقى دي النقطه يا باشمهندس اللي هي البدايه بتاعتي. يبقى انا مش عايز اللي تحتها ده، شكرا. وقال لك الثلاثه هتديك 6، مثلا دي الثلاثه فالثلاثه هتديني 6 وليكن هنا كده. ما دي 6 مثلا هنا هنا، مش عايز دي برضه فانا شكرا، يبقى انا كده مسحت يا باشمهندس الزيادات بتاعتي. فده حلو ان هي الداله بتعرفك الشكل العام وانت تبدا تمسح الزيادات وتقوم موصل كده يا باشا، يبقى انت كده رسمت الداله بتاعتك. لو قال لك المجال فالمجال سهل جدا من سالب 1 ل 3. طب لو قال لي المدى، خلي بالك لما عوضت بسالب 1 اديتني سالب 2 اهو. يبقى انا بالنسبه لي المدى من على محور الصادات من سالب 2 ل 6، يبقى المدى
من السالب 2 لحد الستة. طبعا النوع هنا ليست وعندي ان هي تمثل دالة احادية لان اختبار الخط الافقي هيعدل نقطة واحدة بس، والاضطراب بتاع ايد الشمال اهي طلعت، يبقى انا بالنسبة لي تزايدية على مجالها. ليه؟ لان السين موجبة، يبقى بالنسبة لي تزايدية من الفترة من سالب 1 ل 3. وخلي بالك دايما ان فترات الاضطراب بتكون مفتوحة. دالة سين بتساوي سين زائد 1، بس هنا عاطلي مجموعة، فالمجموعة دي لازم تبقى عارف ان هي تمثل نقط. الفترة تمثل خط والمجموعة تمثل نقط، خلي بالك من الكلام ده. فكل هنا ما عليك يا باشمهندس ان انت هتعمل حاجة بسيطة قوي. ايه هي الحاجة البسيطة دي؟ قال لك ان انت هتعوض، يعني هتعوض بالواحد، فواحد زائد واحد يديك اتنين، فانت عندك الواحد هيديك اتنين وتقوم حاطط نقطة. طب الاتنين هتديك اتنين زائد واحد تديك تلاتة وتقوم برضه حاطط نقطة. طب التلاتة هتديك أربعة وتقوم برضه يا باشمهندس حاطط نقطة، وهو هتوصل. يبقى انا بالنسبه لي لان هو عاطيني نقط فانا مش هوصلها يا باشمهندس. طيب المجال 1 و2 و3، طب المدى؟ برضه المدى هنا يا باشمهندس هيبقى مجموعه بالشكل ده كده. لما عوضت الواحد اداني 2 ادي 2، ولما عوضت ب 2 اديت لي 3، ولما عوضت ب 3 اديت لي 4، يبقى ده المدى بتاعي. طبعا النوع ليست فرديه وليست زوجيه، ممكن نقول عليها داله وحديه عادي. طب الاضطراب بتاعي يا باشمهندس طبعا دي هتبقى بالنسبه لي نقط، فانت ممكن تهرب من موضوع الاضطراب ده والسين موجبه فتقول لي تزايديه على المجال بتاعها اللي هو 1 و2 و3، تمام كده؟ ان يعتبر دي نقط، فانا بالنسبه لي ممكن تبقى هنا ثابته، هنا ثابته، هنا ثابته، فاهم؟ فهو مش هيسالك في النقطه دي، مش هتعمق لك في النقطه دي قوي، ولكن انا بغطي لك الافكار بتاعه الداله الخطيه لانها داله مهمه جدا جدا. تعال نفتح السبوره وناخد برضو امثله ثانيه على الداله الخطيه، فيها افكار جميله جدا، فركز معايا. امثله ثانيه برضو على الداله الخطيه جميله جدا، وهنختم بيها جزء الداله الخطيه ده. بيقول لي دالة س بتساوي 2 س ناقص 1، وقال لي من سالب ما لا نهايه للواحد لحد. ماشي، انا عارف الداله دي كده يا باشمهندس، هرسمها ازاي؟ اقول لك انا دلوقتي. دي يا باشمهندس هتجيب له نقط التقاطع، هتحط الس بصفر، الص هتطلع بسالب 1 لان دي هتتلغى. والنقطه الثانيه بغير اشاره ده يبقى موجب 1، واقسمه على قدام الس يعني نص وصفر، يبقى انا جبت نقط التقاطع دي. فدي مهمه قوي يا باشمهندس، سيبك من المجال دلوقتي، انا بفهمك طريقه سهله تشتغل بيها على طول في اي مساله. صفر وسالب 1 يعني مثلا هنا كده، نص وصفر وليكن هنا كده. المفروض الداله دي عشان ارسمها اقوم جاي راسم كده، حلو. بس ثواني يا باشمهندس، انا عندي مجال، حلو. المجال قال لك ايه؟ من السالب ما لا نهايه لحد الواحد، فانا اخر الواحد، طبعا خلي بالك دي نص وصفر، فانا هشوف الواحد هيديني كام؟ لان ده اخري، فهنا هجيب داله الواحد. هيبقى 2 في 1 ب 2 ناقص 1 يعني ب 1، يبقى داله الواحد ب 1 يعني هي النقطه دي، وخلي بالك ان انت اخرك الواحد ومفتوح، فانا همسح الزياده والواحد مفتوح، يبقى انا لازم اخلي النقطه دي كده مفتوحه، يبقى انا كده رسمت الداله بتاعتي ورسمت نقطه التقاطع واخد الفول مارك فيها، مفيش اي حد يكلمك على اي حاجه، يبقى انا كده رسمت الداله بتاعتي بطريقه سهله وبسيطه جدا، لانه عايز من السالب ما لا نهايه لحد الواحد من غير ما اعوض ومن غير ما اوجع دماغي. طبعا لو سالتك على المجال هتقول لي من سالب ما لا نهايه لحد الواحد، لو سالتك عن المدى فهيبقى من سالب ما لا نهايه لان هي جايه من تحت لحد الواحد مفتوح. يعني ان انا بالنسبه لي يا باشمهندس ان المدى زي المجال. طبعا النوع هيبقى ليست وليست، نوعها هتبقى هنا ممكن نقول عليها احاديه عادي مفيش مشكله، وهي هتبقى بالنسبه لي الاضطراب بتاعي هتبقى تزايديه على مجالها من سالب ما لا نهايه لحد الواحد مفتوح. سؤال تاني جميل جدا بيقول لي داله س بتساوي س تربيع ناقص س على س ناقص 1. دي داله كسريه، فهنقول المجال هيبقى ح ما على اصفار المقام اللي هو بالنسبه لي 1. حلو قوي. بعد كده هنختصر الداله بتاعتنا، فاحنا هناخد س عامل مشترك من البسط فيفضل لي س ناقص 1. الكلام ده هيتقسم على س ناقص 1 فده هتروح مع دي، يعني هيفضل لي الس. وانا عارف رسمه الداله دي يا باشمهندس، انت قلت لي الس موجبه والسين مفيش جنبها اعداد، يبقى ده يمثل بخط مستقيم يمر بنقطه الاصل. بس خلي بالك انت عندك مجال، فعندك عند الواحد لو عوضت عن السين بواحد هتطلع الصاد بواحد، يبقى النقطه اللي اسمها واحد بواحد لازم تكون مفتوحه لان المجال مش موجود عندها، يبقى هو ده كده رسمه الداله بتاعتي. يبقى المجال ح ما على الواحد. المدى هيبقى ح ما عدا الواحد برضه، لان خط الاعداد كله ما عدا النقطه اللي قصاد محور الصادات. طبعا النوع بتاعنا ليست زوجيه وليست فرديه، ولكن ممكن نقول عليها داله احاديه. تاني حاجه ان هي تبقى تزايديه على مجالها، او هنقول ان هي تزايديه من السالب ما لا نهايه
مفتوح لحد الواحد مفتوح، وبعد كده من الواحد مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه. طالما في نقط اسمال الداله ممكن اقسم الفترات بتاعتي. سؤال كمان جميل قوي، بيقول لي داله س بتساوي س تربيع على س. قبل ما اعمل اي حاجه، دي داله ايه؟ داله كسريه. المجال هنا يا باشمهندس هيبقى حاصل على اصفار المقام، طبعا هيبقى حاصل على الصفر. ثاني خطوه بالنسبه لي يا باشمهندس هي التبسيط، فهنا هقول داله س بتساوي س تربيع على س اللي هي س. كلام جميل، انا لسه عارف الرسمه دي ولسه رسمينها اهو، فاحنا هنبدا نرسمها عادي جدا، وسيبك من المجال والشرط اللي هو عطاه لك، بس خلينا دلوقتي انا هقول لك هنعمل ايه. داله س بتساوي س، انا عارف ان رسمتها كده، طالما ما فيش فيها عدد يبقى هي بتمر هنا، بس انا خلي بالك في شروط. قال لك ايه الشروط؟ قال لك ان س اكبر من او يساوي السالب 3. طب ما انا عارف يا باشمهندس عند السالب 3 هتديني سالب 3 لان هي س، انا بعوض هنا فاي رقم هيديني اللي قصاده، يبقى دي سالب 3 دي سالب 3. وفي علامه يساوي يبقى النقطه دي مقفوله. وقال لك خد الزياده عنها، يبقى انا مش عايز الحته اللي تحت دي اللي هي اقل. حلو، بس انا عندي مشكله ثانيه. قال لك ان عند الصفر المجال ممنوع، فانت لازم تقوم جاي عند الصفر يا باشمهندس تقوم فاتح دي. ليه؟ لان داله الصفر هتديك صفر، يبقى دي كده الرسمه بتاعتي. في نقطة مغلقة ورا وفي نقطة هنا مفتوحة، فدي مسألة جميلة جدا جدا. يبقى أنا بالنسبة لي هنا يا باشمهندس كده المجال بتاعي هيبقى حاصل على الصفر ولا إيه؟ لا يا باشمهندس مش حاصل على الصفر، أنت غلطان، ده في شرط أهو. الله ينور عليك، خليك صح. مقاسين أكبر من أو يساوي السالب 3، يعني من السالب 3 مقفول لحد الموجب ما لا نهاية، بس لازم نقول ما عدا الصفر. برافو عليك، يبقى هو ده المجال بتاعي. يبقى المجال بتاعي من السالب 3 بسالب 3 لحد موجب ما لا نهايه ما عدا الصفر. كلام جميل. طب المدى؟ اقول لك يا باشمهندس المدى السالب 3 على محور الصاد اديتني سالب 3، وهطلع لحد موجب ما لا نهايه وبرضه هشيل منها الصفر. يبقى انا بالنسبه لي ان المجال والمدى نفس الفكره. الاضطراب هتقول لي تزايديه من سالب 3 لحد الصفر مفتوح، ومن الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. اخر نوع في الداله الخطيه ان هو ممكن يربطها بتركيب الدالتين. ترتيب الدالتين، فبيقول لي دال 1 س بتساوي كذا واعطي لي المجال، دال 2 س بتساوي كذا واعطي لي المجال، ويقول لي انا عايز منك دال 1 زائد دال 2 ومثلها وطلع المجال والكلام ده. طبعا ده جمع، فانا هجمع الدالتين عادي جدا، 3 س وسالب 2 س يعني موجب س، سالب 1 وموجب 3 يبقى موجب 2، واحنا عارفين ان مجال الجمع هو مجال التقاطع. هنا اربع حاجات قلنا بنرتبهم، يعني سالب ما لا نهايه، سالب 1 وبعد كده 2 و5، وناخد الاثنين اللي في النص بنفس حالتهم، يعني السالب 1 مغلق والاثنين مغلق بس. دي اسهل طريقه ان انت تجيب التقاطع او اعملها على خط الاعداد، احنا اتعلمنا كل الطرق. يبقى انا كده جبت المجال بتاعي. طب ناقص ايه؟ ناقص التمثيل البياني يا باشمهندس، مفيش مشكله. هنبدا نرسم دي كده، ودي س زائد 2، هجيب نقط التقاطع. لما احط الس بصفر الصاد هتطلع ب2. طيب لما احط الصاد بصفر يبقى دي 2 على اللي قدام السين 1، يبقى دي 2، يبقى دي بتعدي بصفر و2 و2 وصفر، صفر و2 و2 وصفر. ماليش دعوه بالفتره بتاعتها. ايه؟ قلنا هنجيب البدايه اللي هي داله سالب 1 ومثلا داله الصفر في النص، وهنجيب داله الاثنين بس كده. داله السالب 1 سالب 1 و2 ب1، صفر و2 2، داله الاثنين 2 و2 4 بس كده. سالب 1 هيديك 1، يبقى دي سالب 1 هيديني 1 هنا كده لان دي الاثنين. حلو، والصفر هيديني 2 اهي. واخر حاجه الاثنين اللي هي دي كده هتدي لي كام؟ هتديني 4. يبقى انا كده يا باشمهندس انا راسم في الفتره اللي انا شغال فيها، انت فاهمني؟ لان انا بالنسبه لي دلوقتي هو حاكمني بالفتره من سالب 1 للاثنين يا باشمهندس. خلاص كده؟ تمام. احنا في خطا عندنا، دي المفروض سالب 2 وصفر مش 2 وصفر، لان انا بغير اشاره دي، معذره. يبقى دي سالب 2 وصفر لان ما بتعديش بالنقطه دي. المهم احنا عملنا النقط صح، هنبدا نوصل النقط دي لانها فتره. يبقى انا بالنسبه لي كده يا باشمهندس رسمت الداله بتاعتي. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس ان المجال بتاعي من سالب 1 ل 2، المدى هيبقى من الواحد لحد اعلى نقطه هنا اللي هي 4، يبقى انا المدى بتاعي من 1 ل 4، يبقى انا كده ركبت الدالتين بتوعي. تمام؟ ده كده يا باشمهندس كل ما يخص الداله الخطيه، حوالي 8 او 9 امثله قلت لك كل افكارها بامر الله. تعال نخش على الداله اللي بعدها وهي الداله التربيعيه، دي بقى بدايه الدوال الاساسيه بتاعتنا. الكلام مش هيكون كتير زي الدوال دي كلها، ليه؟ لان احنا كنا الدالتين دول بالذات منفصلين كده وافكارهم كتير وحلوه، بيجوا على الدرس ده بالذات. بدايه من الداله الجايه
هنركز بس على الشكل الاساسي بتاعها وبعض الافكار الخفيفه عليها وننهي حصه النهارده. بس الداله الثالثه اللي احنا مش هنتعمق فيها النهارده، يعني انت مش هتلاقي مثلا س تربيع زائد عدد او س تربيع ناقص عدد او س ناقص 2 لكل تربيع، انت فاهم ليه؟ لان ده الدرس الجاي اللي هو درس التحويلات، فما تقولش ان احنا ما خدناش، لا لسه هناخدها الدرس الجاي. كل مطلوب منك هنعرف النهارده الشكل الرئيسي بتاعها. ليه؟ عشان لما تيجي تدخل في داله مجزاه، طب ما يحددها لي الفتره زي دي كده هعمل فيها ايه؟ طب لما يجيب لي مساله زي بتاعه اعدادي اللي كنا بنجيب نقطه راس المنحنى سالب ب على 2 ألف، انا بعرفك كل الافكار الرئيسيه. فهنا داله س بتساوي س تربيع، لازم تبقى عارف ان رسمه الداله التربيعيه بتكون بالشكل ده كده يا باشمهندس، وقلت لك اي رسمه مش عارف تعملها عوض بنقط، بس ان انت تبقى عارفها بتبقى سهله جدا. قال لك لو الس تربيع موجبه يعني مفيش قدامها سالب، فالمنحنى بيبقى عامل شبه رقم 7 كده وبيبقى مفتوح لاعلى. قال لك لو الس تربيع قدامها سالب بتبقى بالنسبه لي يا باشمهندس جايه هنا كده وعامله شبه التمانية. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس دي رسمتنا. عايز تعوض بنقط، عوض بواحد هيديك واحد، اثنين هتديك اثنين، سالب واحد هيديك واحد، سالب اثنين هيديك اربعه، انت فاهمني؟ يبقى انا بالنسبه لي واحد واحد واثنين واربعه، سالب واحد واحد وسالب اثنين واربعه، فهيطلع لك الشكل ده. لو هي سالب هيبقى الرسمه بتاعتك لتحت، انت هتفضل تعوض بارقام فالرسمه هتفضل تترسم معاك تحت. كلام جميل. مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك يا باشمهندس ان انت تجيب لي المجال، فهتقول لي حق. خلي بالك المدى هنا بقى اقل نقطه الصفر، يبقى بالنسبه لي المدى من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه مفتوح. طبعا النوع بتاعنا يا باشمهندس زوجيه لانها متماثله حول محور الصداق، وقلنا اي داله زوجيه يبقى ليست احاديه، صح كده؟ حلو. طب ايه تاني؟ قال لك الاضطراد، قال لك وانت ماشي من ايدك الشمال هنا كده دي نزلت، يبقى دي تناقصيه من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح، وبعد كده بدات تزيد، يبقى دي تزايديه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. يبقى انا بالنسبه لي دي كده يا باشمهندس كل ما يخص الداله التربيعيه، اعرف رسمتها واعرف الكلام ده. طيب تعالى نشوف اللي تحت، سالب س تربيع. المجال طبعا هي واخده محور السند كله فيبقى ح برضه. طب المدى؟ خلي بالك من الصفر وبتقل، يبقى انا اكتب الصغير الاول اللي هو سالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح. ايه تاني؟ طبعا نوعها زوجيه طالما في وضعها القياسي وليست احاديه، لان اختبار الخط افقي هيجيب نقطتين. طب الاضطراد؟ ادي ايد الشمال اهي يا باشمهندس دي بتزيد، يبقى دي عكس اللي فوق، يبقى دي تزايديه من السالب ما لا نهايه للصفر مفتوح، وتناقصيه من الصفر مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه لان الجزء ده بيقل. يبقى هي دي كل المعلومات اللي انت لازم تعرفها عن الداله التربيعيه. فدي الشكل الاساسي بتاعها عشان بيجي في الداله مجزاه المجال كتير جدا. طب تعالى بقى نشوف لو هو حجبني الفتره مفيش اي مشكله يا باشمهندس. بص داله س بتساوي س تربيع، سيبك من المجال دلوقتي، انا هرسم وبعد كده اطلع المجال. بص انا عارف ان رسمه س تربيع بتبقى عامله كده، تبقى مفتوحه لاعلى. طيب هو قال لي هنا خد من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، ما انا عايزك فاهم ده الصفر ودي الموجب ما لا نهايه، يعني هو عايز الجزء ده هو بس، يعني مش عايز الجزء ده فامسحه. فانا قمت ماسحه يا باشمهندس، فاضل لي ايه؟ فاضل لي من اول الصفر مقفول لحد دي. فهنا لو جيت سالتك عن المجال هتقول له هو واضح يا باشمهندس. طب المدى؟ برضه المدى هيبقى من صفر الموجب ما لا نهايه مفتوح لان هي معديه على نفس الحاجه. طب النوع؟ هنا بقى النوع ليست وليست لان مفيش تماثل. طب الاضطراد؟ هتقول لي بقى الاضطراد دي يا باشمهندس ايد الشمال اهي ده تزايديه، يبقى تزايديه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه مفتوح، هو ده كده المطلوب منك. طيب داله س بتساوي سالب س تربيع، خلاص يا باشمهندس لا انا عارف الحاجات دي وانت فهمتها لي، انا هبدا اقسم الشبكه البيانيه، وسالب س تربيع بتبقى عامله كده، حلو، بس هو محجب لي الفتره، ماشي، عوض باطراف الفتره، يعني هات لي داله الواحد وهات لي داله الثلاثه. بص بقى معايا، واحد تربيع بواحد وقدامه سالب يبقى سالب واحد، ثلاثة تربيع بتسعة وقدامها سالب يبقى سالب تسعة، يبقى أنا هشتغل يا باشمهندس إن الواحد إدالي سالب واحد، وخلي بالك عند الواحد مفتوح يعني النقطة دي مفتوحة، ولما جيت عوضت بثلاثة إدت لي سالب تسعة بس سالب تسعة مقفولة، يبقى أنا بالنسبة لي مثلا الثلاثة دي إدت لي هنا، أو خلي الثلاثة دي قريبة شوية هنا اديت لي النقطة المقفولة دي. بص انت عملت النقطتين امسح اي زيادة اهو اهو وامسح ده كده بس، يبقى هي دي اللي فاضل من الدالة، هي دي اللي فاضل من الدالة، يبقى انا بالنسبة لي النقطة دي مفتوحة والنقطة دي مغلقة وده الخط اللي بيوصل ما بينهم، يعني هي رسمة الدالة الحتة الصغيرة دي. وما تنساش ان الثلاثة اديتك تسعة
والواحد اديك سالب واحد. ليه؟ عشان لما تجيب المدى، يبقى هنا المجال من واحد لتلاتة اللي هو اعطاها لي، المدى من السالب واحد مفتوح ده المدى لحد التسعة مغلقة اللي هو تعويضة المجال. طب ايه تاني؟ طبعا ليست وليست. طب الاضطراد، الاضطراد بتاعنا ادي ايد الشمال نزلت، يبقى انا بالنسبة لي دي تناقصية على مجالها، يعني من الواحد مفتوح لحد التلاتة مفتوح، ده كده الاضطراد بتاعي لان هي بتنزل. دي كده الأقرار اللي أنا عايزك تعرفها في الدالة التبعية مؤقتا لحد الدرس الجاي بأمر الله، إن هو يحجمها لك بفترة أو يجيب لك أي شكل من ده. طيب في فكرة هترجعنا لإعدادي شوية، إيه هي؟ اللي هي نقطة رأس المنحنى. نقطة رأس المنحنى كانت بتيجي إيه؟ سالب ب على 2 ألف ودالة سالب ب على 2 ألف. يعني أعكس الشرط اللي قدام السين وأقسمه على 2 من اللي قدام السين تربيع. فمثلا دي مش صوره قياسيه زي دي ولا دي صوره قياسيه زي دي، فانت هتعمل ايه؟ اقول له سهله، سالب باء على 2 الف، لو انت جيت هنا الالف اللي هو معامل السين تربيع بواحد، والباء اللي هو معامل السين بسالب واحد، تيجي نعوض؟ تعالى نعوض، يبقى نقطه راس المنحنى سالب باء يبقى سالب واحد يعني موجب واحد، على 2 الف يعني 2 في 1 ب 2 يعني نص، وقال لك بعد ما بتجيبها بتعوض بيها، يبقى نص تربيع بربع، ربع ناقص النص يديك ايه؟ يديك ربع، صح؟ ولا سالب ربع؟ هنا نص تربيع هيديك ربع. ناقص نص، يبقى هيديني سالب ربع. يبقى أنا كده بالنسبة لي يا باشمهندس جبت مين؟ جبت نقطة المنحنى. يبقى أنا يا باشمهندس بعمل إيه؟ بعوض وأجيب النقطة. وصلت للنقطة هبدأ أقسم رأس المنحنى. ما دي مهمة قوي بقى. رأس المنحنى فين يا باشمهندس؟ تعالى أقول لك. نص وسالب ربع، يعني مثلا لو دي النص مثلا هنا. وسالب ربع هيبقى تحت هنا شويه، فهيبقى دي النقطه دي كده. بس خلي بالك بقى من حاجه، المفروض ان معامل س تربيع موجب، يعني المفروض ان الرسمه بتاعتي تبقى عامله كده طالعه لفوق. حلو، هل هي بتعدي نقطه الاصل؟ ما انا حطيت السين بصفر تعدي، بس هو محجبني الفتره، يبقى انا لازم اجيب اطراف الفتره، يعني انا هجيب داله السالب واحد وهجيب داله الثلاثه. سالب واحد تربيع هيبقى بواحد، ناقص ناقص واحد يعني واحد زائد واحد يبقى اثنين. طب دالة التلاتة، تلاتة تربيع بتسعة، ناقص تلاتة تديك كام؟ تديك ستة، يبقى السالب واحد، السالب واحد هيديني اتنين، والاتنين ده هتبقى مفتوحة، والتلاتة وليكن مثلا هنا هتديني ستة هنا، والستة ده هتبقى مغلقة، يبقى أنا يا باشمهندس الباقي ده أنا مش عايزه، بص بص أهو، بس تمسح الزيادات دي، وخلي بالك إن النقطة دي مفتوحة والنقطة دي مغلقة. عشان تقدر تطلع المجال والمدى، يبقى المجال من سالب واحد لثلاثة، المدى بتاعي خلي بالك ان النقطة دي أقل نقطة، أقل نقطة على الرسمة هنا جاية عند سالب ربع، يعني المدى هيبقى من سالب ربع لحد أعلى نقطة اللي هي جاية عند الستة، أوعى بقى تقول لي هي النقطة دي، لأ، ده هي المنحنى بتاعك بينزل، يبقى أنا بالنسبة لي ده كده المدى بتاعي. طب الاضطراب؟ هتقول لي أدي إيد الشمال بتنزل، يبقى دي تناقصية من السالب واحد لحد النقطة دي اللي هي عندي مين؟ عند النص، يبقى من السالب واحد للنص، وعندي بعد كده تزايدية من النص لحد التلاتة، يبقى أنا بالنسبة لي جبت الاضطراد وجبت كل ما يخص الرسمة بتاعتي. طيب واحدة تانية، دالة س بتساوي سالب س تربيع زائد 4 س ناقص 3. يلزمك مين؟ يلزمك الألف اللي هو معامل س تربيع بسالب واحد، والباء اللي هو معامل س بأربعة بس كده. يبقى أنا بالنسبة لي هجيب إيه؟ سالب باء يعني سالب 4 على 2 ألف يعني سالب 2، يبقى سالب 4 على سالب 2 بموجب 2، أعوض بيها يبقى سالب س تربيع بسالب 4، موجب 4 في 2 ب 8 ناقص 3، يبقى سالب 4 سالب 3 سالب 7 وموجب 8 يبقى 1، يبقى نقطة رأس المنحنى بتاعتي هي 2 و1. فهبدأ كده يا باشمهندس أقوم راسم الشبكة بتاعتي وأحدد نقطة رأس المنحنى، نقطة رأس المنحنى هي 2 و1، يعني دي 2 ودي 1. السين تربيع سالبة، يبقى أنا بالنسبة لي الرسمة هتبقى عاملة لتحت. بص يا باشمهندس دي هتبقى عاملة كده. طب دي بقى أنا عايز أعرف هيتعدى بنقطة الأصل ولا لأ؟ عوض بصفر. الصفر هيديك سالب 3، الصفر هيديك سالب 3، فلازم تبقى عارف إن هي تعدى بالنقطة دي كده. يبقى أنا كده يا باشمهندس رسمت الرسمة بتاعتي. طبعًا المجال بتاعك هنا ما حجبنيش، يبقى المجال حق. طب المدى؟ هيبقى من السالب ما لا نهاية، لأن هي جاية من تحت لحد أعلى نقطة اللي هي الواحد، والواحد مغلق. طبعا النوع بتاعنا ليست زوجيه وليست فرديه لان مفيش تماثل، طبعا هي تبقى بالنسبه لي برضه ليست احاديه، الاضطراب بتاعي هيبقى من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين،
وبعد كده باشمهندس طبعا دي تزايدية تناقصية من الاثنين نحدد موجب ما لا نهائي. بعد كده يا باشمهندس افكار الدالة التربيعية، يا اما يديلك دالة اصلية كده س تربيع وسالب س تربيع، او يديلك س تربيع وسالب س تربيع بس يحجمهولك بفقرة، او ممكن يجيب لك معلومة قديمة من تالتة اعدادي، واحنا كده يا باشمهندس غطينا كل الافكار. تعالى نمسح السبورة ونخش على الدالة الرابعة اللي هي الدالة التكعيبية، دالة سهلة جدا برضه هناخد افكارها ونغطيها بامر الله. الدالة اللي بعد كده هي الدالة التكعيبية اللي هي س تكعيب، وزي ما اتفقنا برضه ان مش هناخد س تكعيب زائد حاجة او س ناقص 2 كل تكعيب، كل ده في الدرس الجاي بامر الله، احنا هنعرف الدالة الأساسية. زي الس تربيع والسالب س تربيع، عندنا س تكعيب وسالب س تكعيب. دي لها رسمة ودي لها رسمة، وزي ما قلت لك لو انت يعني الموضوع ان انت تحفظ الرسمه صعبه عليك، ابدا عوض بنقط هتلاقي الرسمه اترسمت معاك، بس هنا احنا بنشتغل ان احنا لازم نبقى عارفين شكل الرسمه، عشان يا باشمهندس انا مش هقعد اقسم الشبكه واقعد اطلع نقط واقعد اعوض، هيضيع مني وقت كتير جدا جدا. قال لك رسمه الداله التكعيبيه لو هي موجبه هتترسم في الربع الاول والربع الثالث وهتعدد نقطه الاصل ويبقى شكلها عامل كده يا باشمهندس. بالشكل ده كده. قال لك لو هي سالب س تكعيب فهتترسم في الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع معذره، هيبقى شكلها عامل كده يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي دي كده الداله التكعيبيه عرفت الرسمه بتاعتها. طيب مطلوب مني ايه؟ نفس البيانات اللي احنا بنطلعها. يعني مثلا المجال هنا هيبقى ح والمدى برضه هيبقى ح. كلام جميل، لان هي واخده خط الاعداد كله. طيب النوع، لو انت يا باشمهندس عملت بسم الله الرحمن الرحيم، النوع هتبقى وحدية لأن أنت عملت اختبار خط أفقي هيعدي بنقطة واحدة، طبعًا النوع هيبقى فردية لأنها متماثلة حول نقطة الأصل مرسومة في الربع الأول والثالث أو الثاني أو الرابع، يبقى النوع بتاعي فردي. طب الاضطراد، لو هي س تكعيب، لو أنت ملاحظ كده الدالة عمالة تطلع، يعني تزايدية على مجالها. طيب لو هي سالب س تكعيب، هي جاية كده وعمالة تنزل، يعني تناقصية على مجالها، ونفس البيانات، المجال ح، المدى ح، النوع فرديه، النوع برضه هتبقى بالنسبه لي احاديه عشان لو سالنا عنها يا باشمهندس. خلاص يبقى دي رسمه الس تكعيب وده رسمه السالب س تكعيب. طب لو هو حجمها لي الفترات مفيش اي مشكله، داله س بتساوي س تكعيب. خلاص بص يا باشمهندس انا عارف الرسمه، بص كلمه انا عارف الرسمه دي بتريح ازاي، انا هرسم واشيل الزيادات. فس تكعيب انا عارف ان هي موجبه يبقى هتترسم في الربع الاول والربع الثالث، وطالما هي س تكعيب هتعدي نقطه الاصل. بس هو قال لي يا باشمهندس من السالب واحد لحد الموجب ما لا نهائي، فانا عارف ان دي موجب ما لا نهائي، طب هجيب داله السالب واحد فهعوض بالسالب واحد. سالب واحد تكعيب هيديك سالب واحد، يبقى السالب واحد هيديك سالب واحد، وهنا السالب واحد مقفول يعني النقطه دي هتبقى مالها مقفوله. طيب هو عايز من السالب واحد للموجب ما لا نهائي، يعني مش عايز اللي تحت ده، لان هي الداله ماشيه كده، يبقى انا مش عايز الجزء اللي ماشي كده، يبقى انا بالنسبه لي دي كده رسمه الداله بتاعتي. يبقى المجال قدام اهو، والمدى هيبقى برضه من السالب واحد لان ديت على محور الصادات سالب واحد لحد الموجب ما لا نهايه مفتوح. طبعا النوع هتبقى ليست وليست، والاضطراد هتبقى تزايديه على مجال اللي هو من السالب واحد، بس الاضطراد لازم هنفتح الفتره، هيبقى من السالب واحد لحد الموجب ما لا نهايه مفتوح. حلو، داله س بتساوي سالب س تكعيب، مفيش اي مشكله، انت عارف شكل الرسمه؟ اه، تعال نشوف. سالب س تكعيب يعني مرسوم في الربع الثاني والربع الرابع بالشكل ده كده. حلو حلو. قال لك من الصفر للموجب ما لا نهايه. طيب ده الموجب ما لا نهايه وده الصفر مقفول، يبقى هو عايز من الصفر للموجب ما لا نهايه اللي هو الجزء ده كده، يبقى هو مش عايز ده. حلو، بس اقل ما عدا الواحد، يبقى انا لازم اجيب داله الواحد. سالب واحد تكعيب يعني سالب واحد، فداله الواحد ادتني سالب واحد على محور الصادات، وخلي بالك ان هي ما عدا يبقى هي نقطه مفتوحه، يبقى انا لازم افتح النقطه دي كده. يبقى انا بالنسبه لي رسمت الداله وفتحت النقطه اللي هو عايزها. طيب المجال اللي هو عطوه لي ده، طب المدى هيبقى من الصفر او السالب ما لا نهايه، ده المدى من السالب ما لا نهايه لحد الصفر، والصفر مقفول، بس لازم اطلع منه مين؟ السالب واحد اللي هو تعويضه دي، ما لما عوضت على محور الصادات جابت لي سالب واحد وهو من السالب ما لا نهايه لحد دي. طيب النوع هتبقى ليست وليست وهتبقى ماشي احاديه، هنا هيبقى بالنسبه لي ايه؟ بسم الله هنبحث الاضطراد. ايد الشمال نازله اهي، بس هنا فترتين، يبقى فترتين، يبقى انا هكتب تناقصيه من الصفر لاول نقطه اللي هي الواحد مفتوح، وبرده تناقصيه من الكام بقى؟
من الواحد لحد الموجب ما لا نهايه مفتوح، يبقى هي تناقصيه في الفترتين دول، لان يعني الداله بتنزل معاه. ده كده بس ده اللي يخص الداله التكعيبيه. قلت لك الدوال الاساسيه دي مطالب ان انت تعرف رسمتها وكم بس شكل عليها لو هو حجمها لي، وغير كده مش عايزك تعرف بامر الله. تعالى نمسح السبوره ونخش على الداله اللي بعدها، وهي داله المقياس. داله سهله جدا وبسيطه ومهمه جدا في نفس الوقت. تعالى نمسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. الداله اللي بعد كده معانا يا باشمهندس داله المقياس اللي هي مقياس السين، ولازم تبقى عارف ان مقياس السين هي جذر سين تلت ب، وده نفهمها ان شاء الله في درس الايه الاسس الكسريه والمعادلات الاساسيه، اول درس في الوحده الثانيه. ليه؟ لان الجذر بيشيل الاس، ولما السين تطلع من تحت الجذر فردي فلازم نحط لها مقياس. المهم هنفهم الكلام ده بعدين، انا عايزك بس تعرف ان مقياس السين بيساوي جذر سين تلت ب. فهنا يا باشمهندس داله السين بتساوي مقياس السين، لازم برضو اكون عارف شكل الرسمه بتاعتها. يعني دي كده اهي زي الفل. بص بقى انت عارف الشكل هترتاح، مش عارف ادور تعوض، تحط صفر يطلع صفر، تحط واحد يطلع واحد، تحط سالب واحد يطلع واحد، وتفضل تعمل نقط كتير، هتلاقي الرسمه بتاعتك عملت كده. يبقى انا بالنسبه لي لو هي مقياس السين الرسمه تبقى عامله شبه السبعه مظبوطه، ولكن منحنى الداله التربيعيه كان بيبقى كيرف، انما هنا بالنسبه لي هيبقى خط مستقيم. طيب بالعقل انت انا عارف ان انت لقطتها، سالب مقياس السين هتبقى 8 لتحت كده، وهتبقى بالنسبه لي خط مستقيم. كلام جميل جدا. مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك برضه البيانات. المجال ح، المدى شبه الداله التربيعيه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، يبقى من الصفر للموجب ما لا نهايه. طبعا النوع طبعا زوجيه، في تماثل حول محور مين؟ حول محور الصداق، وطالما زوجيه يبقى ليست وحديه. طيب الاضطراد شبه الداله التربيعيه، دي كده اهي نازله، يبقى تناقصيه من السالب ما لا نهايه لحد الصفر، وعندي تزايديه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. حلو. طب هي لو سالب مقياس السين، تعالى نشوف المجال ح، المدى هيبقى من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مقفول. ايه تاني؟ النوع برضه زوجيه واحاديه والكلام ده، هيبقى عكس الفترات اللي فوق، يعني هتبقى تزايديه من بسم الله تزايديه من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح، وتناقصيه من الصفر لحد الموجب من النهايه. اهي هنا ايد الشمال اهي الداله بتزيد، وادي دي الداله بتقل معايا، يبقى هي دي تناقصيه، يبقى هي دي الرسمه بتاعتي. طب لو حجمها لي فتره خلاص انا عارف الاساس فهشتغل عليه. داله السين بيساوي مقياس السين، بص ولا توجع دماغك اهو. المقياس وموجب يعني مفيش قدامه سالب، فالرسمه كده. بس هو محجمها لي يا عم، مفيش اي مشكله. عوض عن السالب 2، يبقى مقياس السالب 2 هيديك موجب 2، يعني السالب 2 هتديك موجب 2، بس خلي بالك ان هي مالها مفتوحه. والاثنين طبعا مقياس الاثنين هيديك 2 بس مالها مغلقه. امسح لي بقى الزياده دي كده، امسح لي الزياده دي كده بس. فانا بالنسبه لي كده رسمت الداله، هيبقى دي كده مغلقه ودي كده مالها مفتوحه. لو انا جيت سالتك عن المجال هنا هيبقى المجال ده، طب المدى؟ المدى بقى خلي بالك من الصفر مقفول اللي هي اقل نقطه لحد الاثنين، بس الاثنين مالها يا باشمهندس؟ مقفوله برضه. ليه؟ طالما في نقطه مغلقه ونقطه مفتوحه، قلنا طالما الخط ده اهو بيعدي بنقطه على الاقل مغلقه، يبقى انا اقفل الفتره، يبقى ده المدى بتاعي. طب الاضطراد هيبقى بالنسبه لي تناقصيه من السالب 2 للصفر، وتزايديه من الصفر لحد الاثنين. خلي بالك النوع هنا هيبقى ليست وليس. ليه؟ لان في نقطه مغلقه ونقطه مفتوحه، يبقى مفيش تماثل حول محور الصدر. داله السين بتساوي سالب جذر س تربيع، ما انت لازم تبقى عارفها. سالب جذر س تربيع يعني سالب مقياس السين. فخلاص انت تقول يا باشمهندس انا مش هوجع دماغي، انا عارف رسمه سالب مقياس السين ان هي بتبقى عامله شبه الثمانيه كده. اقول لك جدع، بس هنا قال لك من حاله السالبه، لازم تبقى عارف حاله السالبه اللي هي من سالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح. بص دي السالب ما لا نهايه لحد الصفر اهو، بس خلي بالك هو مش عايز الجزء ده من الصفر لحد الموجب منها، فامسحه. بس هو برضه يا باشمهندس قال لي الصفر مفتوح، خلاص يا عم افتح لي كده. يبقى انا كده يا باشمهندس رسمت الداله بتاعتي بكل بساطه. يبقى انا بالنسبه لي هنا المجال هو على طول واحد. طب المدى؟ خلي بالك دي جايه من تحت، يبقى من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح. طب النوع ليست وليس. طب الاضطراد ادي ايدي دي تزايديه، يبقى بالنسبه لي تزايديه هي جايه من هنا، يبقى من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح. يبقى انا كده يا باشمهندس طلعت كل البيانات وعرفت كل ما يخص داله المقياس. تعالى بقى نخش على الداله الاخيره السادسه اللي هي الداله الكسريه، هنفهم برضو شكلها الطبيعي بيعمل ايه، ولو هو حجمها لي برضو هعمل ايه، ونشوف كل البيانات برضو عليها
عشان نختم حصه النهارده هتضلنا جزء بس الداله مجزاه، هناخد عليها كام مثال ومع الامثله اللي احنا خدناها في الدوره الحقيقيه احنا كده فورنا الدرس ده بامر الله. هنمسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. الداله الثالثه والاخيره معانا ان شاء الله وهي الداله الكسريه. الداله الكسريه داله مهمه قوي وفكرتها جميله. بيقول لي ان داله س بتساوي 1 على س وسالب 1 على س، زي ما اتفقنا مفيش اي لعب في الدوال الا الدرس الجاي بامر الله، يعني نضيف على تحت نضيف عدد بره اللي هو الازاحه الافقيه والراس. فالمهم لازم نعرف برضه رسمتها، خلي بالك دي داله مهمه جدا. هرسم دي كده اهو وهرسم دي كده. لو انا جيت قلت لك ان الداله دي فرديه فاول حاجه هتيجي في دماغك خلاص يا باشمهندس لو هي موجبه اول وتالت، لو هي سالبه ثاني ورابع، برافو عليك. فرسمتها لو انت جيت تعوض باي نقط هتلاقي الرسمه عامله كده. وقلنا الخط ده مش ماشي مستقيم، هو كيرف بس عمال يقرب من محور السينات والصادات بالشكل ده كده. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس دي كده رسمه مين؟ الداله لو هي واحد على س يعني موجبه، طب لو هي يا باشمهندس سالبه خلاص قلت لي هتترسم في الثاني والرابع اللي هتبقى الكيرف بيقعد يقرب كده يا باشمهندس. ولو انت ملاحظ هي عماله تبعد عن الصفر، ايوه يا باشمهندس تبعد عن الصفر، لان المجال هو حجم على الصفر لان المقام هنا صفر، برافو عليك. هنا يبقى بالنسبه لي المجال من غير ما افكر هيبقى حجم على الصفر. والمدى هيبقى حجم على الصفر لان هي واخده خط كله برضه على الصفر. طب النوع طبعا فرديه وهي في نفس الوقت برضه احاديه. طب الاضطراد بص معايا، دي ايه ده اهي نازله، دي ايه ده اهي نازله، اه ده تناقصيه على مجالها، الله ينور عليك، فدي من الخواص. يبقى هي لو واحد على س تناقصيه على مجالها. طيب سالب واحد على س نفس البيانات، المجال حجم على الصفر، المدى حجم على الصفر، فرديه واحاديه. بس بص بص دي بتزيد، ولو جيت من هنا هتلاقي دي عماله تزيد برضه، يبقى بالنسبه لي دي كده تزايديه. ما تحفظش الله يكرمك، افهم الرسمه وطول ما انت عارف شكل الرسمه الموضوع بالنسبه لك منتهي. طيب لو هو حجمها داله س بتساوي 1 على س، بيقول لي من سالب 3 ل 3، هنا بقى التحجيم بسيط قوي، ازاي؟ بص انا هرسم عادي جدا يا باشمهندس. هنا 1 على س يعني هترسم في الربع الاول وهتترسم في الربع اللي في وش اللي هو التالت. حلو؟ حلو. هو بيقول لي من سالب 3 ل 3، طيب من سالب 3 مثلا وليكن هنا. هتقوم انت ماسح الزياده بس اهي لحد ما توصل للسالب 3 اللي هي النقطه دي. طيب والثلاثه، الثلاثه مثلا هنا، هتقوم ماسح برضه الزياده وتقوم حاطط له نقطه كده. انت كده حكمت الداله بتاعتك، لان ايه؟ هي مالكش دعوه ان هي بتقرب من الصادات، لا هي هتقف لحد هنا. يبقى المجال واضح قدامك، المدى هيفضل برضه حجم على الصفر. طب النوع خلي بالك الفتره دي متماثله، يبقى النوع هيفضل فردي. طالما في تماثل في الفتره يبقى هتفضل فرديه وهتفضل احاديه وهتبقى برضه ايه تناقصيه على مجالها، لان دي نازله ودي نازله، يبقى تناقصيه من السالب 3 مفتوح لحد 3 مفتوح. خلي بالك في الاضطراد لازم نفتح الفترات. طيب داله س بتساوي سالب 1 على س، خلاص بقى يا باشمهندس انا بقيت ايه حريف. سالب 1 على س يعني ربع تاني وربع اللي في وش اللي هو ربع الرابع. طيب بس هنا قال لي ايه؟ قال لي ان الصفر مقفول لحد الموجب ما لا نهايه. طب هو ينفع اصلا يجيب لي الصفر مقفول؟ لا، لان الصفر ده ما ينفعش يبقى في المجال، فهنخلي دي مفتوحه كده، لان هنا حجم على الصفر. حلو. طيب من الصفر اهو لحد الموجب ما لا نهايه، يعني هو عايز الجزء ده، يبقى مع السلامه الجزء ده خالص انا مش عايزه. بس يبقى هي دي رسمه الداله بتاعتي. طب المجال عطهولي، طب المدى خلي بالك بقى، المدى هيبقى من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح، ليه؟ لان هي جايه من تحت، من السالب ما لا نهايه واخرها الصفر بس الصفر مفتوح. النوع ليست وليست، ويبقى بالنسبه لي الاضطراد يا باشمهندس هتبقى تزايديه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه اللي هو المجال. خلاص؟ يبقى دي كده يا باشمهندس الداله الاخيره معانا اللي هي الداله الكسريه، عرفنا كل المعلومات الخاصه بيها وعرفنا هو لو حجمها هنعمل فيها ايه. المفروض الجزء الثاني من درس النهارده اللي هو رسم الداله مجزاه المجال. وبرضه هنعتمد على القواعد بتاعتنا اللي هي الدوال الست دوال اللي احنا خدناهم، هوريك دلوقتي ان الداله مجزاه المجال بقت في ثانيه كده نجيبها ونجيب كل المعلومات اللي هو عايزها، فتعالى نمسح السبوره وناخد كام مثال على الداله مجزاه المجال وننهي بيهم حصه النهارده. اخر حاجه ان شاء الله في حصه النهارده وهي رسم الداله مجزاه المجال بالنسبه للدوال الاساسيه اللي احنا خدناها. برضه هناخد الدرس الجاي داله مجزاه المجال بس بالنسبه للتحويلات، مش عايزين نسبه الاحداث، افهم واحده واحده عشان الموضوع يبقى سهل. هنا بيقول لي داله س بيساوي 4 س تربيع، فلو جيت سالتك ال 4 تقول لي الداله ثابته، الس تربيع داله تربيعيه، مثلا هنا س وس تربيع يبقى دي داله خطيه وتربيعيه، هنا مقياس س وداله كسريه، هنا داله تكعبيه وداله خطيه، هنا داله ثابته وداله مقياس وهكذا. طيب واحده واحده يا باشمهندس، بص بقى معايا تعمل ايه؟
هتبدأ ترسم الرسمة بتاعتك مفيش أي مشكلة اللي هي الشبكة دي، وركز معايا والله في ثانية هتلاقي الرسمة اترسمت قدامك. بص معايا، هو بيقول لك 4 على المسين أقل من سالب 2، فين الأربعة يا باشمهندس؟ قال الأربعة المفروض إن هي دالة إيه؟ دالة ثابتة، فأنا عارف إن الدالة الثابتة بتبقى خط مستقيم عامل كده، حلو، بس هو خلي بالك قال لك أقل من سالب 2، فأنت هتيجي عند السالب 2، والدالة الثابتة دايما دالة السالب 2 هتديك 4، طب هنا دي مالها يا باشمهندس؟ العلامة مالها مفتوحة، هتقوم فاتح ليه؟ واقل من السالب 2 يعني ماشيه الجزء ده، يعني ما انتش عايز الجزء ده يبقى شكل، يبقى انا بالنسبه لي دي كده انا رسمت ايه؟ النقطه دي، حلو قوي. داله س بتساوي س تربيع، انا عارف ان داله الس تربيع المفروض بتبقى عامله كده. 7، حلو، بس هو بيقول لي اكبر من او يساوي السالب 2، فانا لو جبت داله السالب 2، سالب 2 تربيع ب4، وفي علامه يساوي، يبقى انا لو عوضت بالسالب 2 اديت له 4، وفي علامه يساوي يبقى النقطه المقفوله دي هقفلها. وهو قال لك اكبر من السالب 2 يعني عايز الجزء اللي راح لحد الموجب ما لا نهايه، يعني مش عايز الحته اللي فوق دي، يبقى هي دي كده الرسمه بتاعتي يا باشمهندس. لو انت عايزها بقى من غير نقطه يبقى الرسمه دي كده، يبقى انا قفلت النقطه لان في نقطه ثانيه معوضاها، يبقى انا كده ده الشكل الرسمه بتاعي. لو جيت قلت لك المجال بتاعك هتقول لي حق، لو جيت قلت لك المدى هيبقى من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، لان ده اقل نقطه صفر واعلى نقطه بالنسبه لي موجب ما لا نهايه. ايه تاني؟ النوع طبعا ليست وليست، الاضطراد هتبقى ثابته من السالب ما لا نهايه لحد السالب 2، تناقصيه من السالب 2 للصفر، تزايديه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. حلو، يبقى انت بترسم الداله وتمسح اللي ما انتش عايزه. طيب تعال نشوف اللي بعدها كده يا باشمهندس. ادي الشبكه بتاعتي. داله س بتساوي س، الس دي انا عارفها، الس موجبه داله خطيه، وطالما مفيش عدد يبقى تعدى بنقطه الاصل، يعني دي الرسمه بتاعتي. بس هو قال لي س اقل من الصفر، يعني من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح، خلي بالك هو عايز الجزء ده مش عايز اللازق، يبقى انا همسح الحته دي كده. حلو، داله س بتساوي س تربيع لما س اكبر من الصفر، داله س بتساوي س تربيع، انا عارف رسمتها، تبقى عامله شبه السبعه كده. اكبر من الصفر يعني من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، يعني مش عايز الجزء اللي على الشمال ده كده، يبقى انا بالنسبه لي دي كده الرسمه بتاعتي، وعند الصفر لازم تبقى بالنسبه لي مفتوح. اللي بعده داله س بتساوي، يلا بينا ادي. طب انت طلع بقى البيانات اللي هي المجال والمدى والكلام ده، يعني مثلا هنا المجال هيبقى حرم على الصفر، والمدى هيبقى حرم على الصفر، وليست وليست، والنوع هتبقى بالنسبه لي تزايديه من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح، وبرضه هتبقى تزايديه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، ويعتبر دي داله تزايديه على مجال. طب هنا مقياس السين، انا عارف المقياس لما يبقى موجب بيبقى 7، بيبقى عامل كده. طيب هو بيقول لي اكبر من او يساوي الصفر، يعني من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، يبقى هو عايز الجزء ده ومش عايز الجزء ده، يبقى خلاص كده. 1 على س لما مقياس اقل من الصفر، انا عارف ان 1 على س المفروض بتترسم في الربع الاول والربع الثالث كده، بس هو قال لي السين اكبر من الصفر، ايه ده؟ السين اكبر من الصفر يا باشمهندس، يبقى انا المفروض سواء ان لا احنا غلطنا غلطه بسيطه كده، معلش امسح دي. طيب دالة المقياس المفروض مقياس السين هي 7. بيقول لي سين أقل من أو يساوي الصفر، يعني من الصفر لحد السالب ما لا نهاية، يبقى بالنسبة لي الجزء ده هو اللي مش عايزه، برافو عليك. وفي علامة يساوي خلاص أهي. طيب 1 على سين لما سين أقل من الصفر، 1 على سين عارف بتترسم في الربع الأول وبتترسم في الربع الثالث. طب أنا دلوقتي يا باشمهندس بالنسبة لي مش عايز إيه؟ هو بيقول لي أكبر من الصفر، يعني عايز الجزء ده ومش عايز الأقل من الصفر، يبقى أنا بالنسبة لي همسح الجزء ده، يبقى أنا بالنسبة لي دي كده الرسمة بتاعتي. طبعا المجال هنا هيبقى حرم على الصفر، لا والله الصفر موجود، الصفر موجود يبقى حق، لان في نقطه مغلقه. طب المدى يا باشمهندس هيبقى من اقل نقطه اللي هو الصفر مغلق لحد الموجب ما لا نهايه، طبعا النوع ليست وليست، الاضطراد هيبقى بالنسبه لي تناقصيه من السالب ما لا نهايه لحد الصفر، وتناقصيه برضه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، او تناقصيه على المجال بتاعها. تمام كده؟ تمام. اللي بعدها ده اللي السم بتساوي س تكعيب، يلا الس تكعيب حد فاكرها؟ داله فرديه لو هي موجبه بتترسم في الربع الاول والربع الثالث ويبقى شكلها عامل كده. بس هو بيقول لي س اقل من الصفر، يعني عايز الجزء من الصفر للسالب ما لا نهايه، اللي هو الجزء ده يبقى هو مش عايز الجزء ده. داله س بتساوي س لما س اكبر من او يساوي صفر، دي داله خطيه، المفروض لما باجي ارسمها وتمر بنقطه الاصل كده، بس هو عايز الجزء اللي اكبر من الصفر اللي هو الجزء ده، بس خلي بالك بقى عند الصفر مفتوح فيهم هما الاثنين، لان يعني بالنسبه لي يا باشمهندس بالنسبه لي مفيش هنا علامه يساوي، خلي بالك ده بيبقى خط مستقيم، يعني ده مش منحنى، ده بيبقى كده.
انما اللي تحت ده منحني. يبقى المكان هنا ح على الصفر، المدى ح على الصفر ليست وليست الاضطراد، ادي تزايديه وادي تزايديه، يبقى تزايديه على المجال بتاعها. اخر سؤال معانا يا باشمهندس بيقول لي دال س بتساوي، انت هترسم الشبكه كده. بيقول لي 3 لما السين اقل من او يساوي 3، خلاص 3 اهي دي دال س، خط مستقيم بيوازي محور السينات. طيب لما السين اقل من او يساوي سالب 3، ادي السالب 3 واقل من يعني السالب ما لا نهايه، فالسالب 3 هتديني ايه؟ 3. فعلامه يساوي يبقى انا هاخد الجزء ده، يعني انا ما يجبنيش الجزء ده، بس انا جيت لمحت في 3 ثانيه عند السين اكبر من او يساوي 3، فدي بالنسبه لي 3، وال3 هنا هتيجي هنا واكبر من يعني كده، يبقى انا هاخد ده واخد ده واللي في النص ده مش عايزه. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب مقياس السي، انا عارف ان المقياس المفروض بيبقى عامل كده. قال لك لما السين اكبر من السالب 3 واقل من ال3، ما هو عند السالب 3 هيديني 3 لو عوضت، ولو عوضت على السين ب 3 برضه هتديني 3، بس خلي بالك هو محجمك من سالب 3 ل 3، يبقى الزياده دي انت ما انتش عايزها، يبقى انا المفروض الرسمه بتاعتي يا باشمهندس هتبقى عامله بالشكل ده كده. حلو؟ حلو. المجال ح، طب المدى؟ خلي بالك المدى اقل نقطه على الصاد صفر، واعلى نقطه على الصاد اللي هي 3، يبقى من الصفر للثلاثة مغلقة. طبعا النوع دي دالة زوجية، ده في تماسك، الجزء ده شبه الجزء ده يا باشمهندس، الاضطراب بقى هيبقى عندك ثابتة من سالب ما لا نهاية للسالب 3 مفتوح، ومن الثلاثة لحد الموجب ما لا نهاية، وعندك تناقصية من السالب 3 مفتوح للصفر مفتوح، وتزايدية من الصفر مفتوح لحد الثلاثة مفتوح، يبقى أنت عندك أربع فترات اضطراد يا باشمهندس، خلاص؟ يبقى احنا كده الحمد لله فهمنا الدرس. نرسم الرسومات في ثانية، مش هناخد وقت بأمر الله في الامتحان، ذاكر الدرس ده كويس جدا جدا عشان الدرس الجاي بأمر الله اللي هو التحويلات في شغل حلو قوي وفي كلام جميل وهسهلهولك بأمر الله، بس لازم ما ينفعش تخش درس التحويلات من غير ما تكون مذاكر الحصة دي بشكل كويس جدا جدا. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى أكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، لو استفدت اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، أشوفك على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات وشكرا جدا.